جبت المكرونه؟ ايوه ده السكر. ما قلت لك يا ولدي ما تجيبش الحاجات النظيفه قوي دي، لو اكلهم من وكله. ها المفروض ان انت ما تاكلوه الغلابه ياكلوه. الغلابه هياكلوا المكرونه النظيفه دي؟ ايوه مش زيهم زيك الغلابه، ربنا خلقهم. في نوعيه ارخص من دي. هم خلقهم ربنا وانت خلقك ربنا. ده ناقص تجيب لهم شاي فتري. خلاص خلاص بس حطها. خلاص فيه الرز هنا. الرز خلاص بس ولسان يعني ولسان العصفور. ما تزوج كمان، جيب لهم لسان عصفور والزيت. والزيت الزيت. طب خلاص بس قسم قسم خلاص، خلي الكاس كده قسمها قسمها. بس الجمعية بتاعتي سمعت يا مصطفى. الجمعية بتاعتك سمعت، بس في حاجات أنا مش عاجباني بصراحة ربنا يعني. ليه؟ أقولك ليه؟ دلوقتي أنت الموضوع ده عامله لوجه الله ولا عامله رياء؟ لوجه الله. لوجه الله؟ طب الناس اللي أنت بتصورها دي اللي هي عندها عفة نفس، أنا شايف كذا صورة على الصفحة بتاعتك بتاعت الجمعية، تمام؟ ناس قايلة كده وأنت مصورها، وناس قايلة كده وانت ومصورها. لا بس دول قايلين كده يا مصطفى عشان الشمس جايه في عينيهم. طب واللي قال كده؟ واللي قال كده؟ واللي قال كده برضه تلقى عينيه وجعاه من الشمس في وشه يا اخي. يا عمي ده انا شايف اطفال ونساء كبيره في السن قايله كده. عامله كده على وشوشها يعني عشان خاطر مش عايزين يبينوا وشهم. ليه انت يا اخي عايز تظهر الناس دي؟ ليه هتظهر على الفيسبوك انك انت بتديهم؟ ليه يعني؟ ليه؟ مش لازم اصورهم عشان جمعيه الشهر يا اخي؟ يمكن هم عايزين يطلعوا يجيبوا الكيس، مش عايزين حد يحس بيهم يا اخي. ناس عندها عفه يا اخي، حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. ده اكبر حرام اللي انت بتعمله ده يا اخي. لا انا اديهم لازم اصورهم. ليه لكن؟ اللي مش هيتصور مش هياخد قزاز زين. الصواب مش هيروح ولا هيوصل دقيقه. الصواب بتاعك لو راح زي ما تقول عليه يقول. طب يا باشا ما انا هعمل لهم ايه يا ولد يا مصطفى؟ ما لازم تعمل ايه؟ المفروض تعمل ايه عارف؟ ده كده بالليل تمام ما حدش يشوفك، وتبقر على الباب وتلاقي في الكيس ده يا اخي. قال لك انت لفيت بيدك اليمين يدك الشمال ما تشوفش. ليه؟ ما احنا عايزين الدنيا الدوله كلها تسمع بيك انك انت بتطلع اكياس. الدوله كلها عايزه تسمع بيك يا اخي. ليه يا اخي؟ خلاص بس انت بس دقيقه، عشان الواد عبد الناصر ده وشه مؤثر. عبد الناصر وشه مؤثر، هصوره بس صورتين حاله هعمل له حاله على الواتس وخلاص، ومش هعملها الحركه دي تاني خلاص. لا يا راجل ده انا عايز افهم حاجه بس، عايز معلومه كده توصل لي. انتوا ديت اللي بتطلعوه حسنه عشان خاطر ربنا تاخدكم تاخدوه حسنات تمام، ولا بتطلعوه رياء عشان الدوله كلها تسمع بيك انك انت بتوزع، انك انت بتعمل، انك انت راجل خير؟ انا عايز افهم بس. وانت ليه حابك معاك النهارده قوي؟ يعني انت ابوك شغال في دار الافتاء؟ ما هو المفروض ديتي ده الدين بيقول كده يا اخي. الدين بيقول كده يا اخي. حرام عليكم يا اخي، حرام اكبر حرام يا اخي. اللي مصوره لي هو ماسك قزازه الزيت، واللي مصوره لي هو حاط كيس المكرونه. هل يجوز؟ هل ينفع يعني؟ انتوا بتذلوهم ولا بتعطفوا عليهم؟ بس اللي انا عايز اعرف يعني ده كده ذل. يعني اقفل الجمعيه عشان خاطرك؟ لا الجمعيه انت عامل جمعيه يا عم الحاج، عامل جمعيه. من المفروض يا عم الحاج اذا بنيتوا فاستتروا يعني، طق على الباب كده واديهم الناس الحاجه بحس عشان ما حدش يسمع. ايه دخل بنيتهم فاستتروا في الجمعيه؟ انت ليه يا اخي ليه كده بتلخبط معاي انت ومش ودايما دايك خلايق يا اخي؟ انت خليتني انفعلت، انا ما اعرفش ايه بقول اصلا. ده وضع بتاعك ما ينفعش اصلا. وضعك انت ديتي عشان تجيب لك حبايه شنط ولا حبايه مكرونه ولا حبايه زيت وتخلي الدوله كلها تسمع بيك تمام؟ انت عايزها اعلام ولا عايز صدقات من ربنا؟ انا عايز افهم بس، عايز افهم، عايز اعلام ولا عايز صدقات؟ خلاص بس خلاص بس انا متفق مع الواد عبد الناصر، قلت له هديك من المكرونه النظيفه وهصورك. ما تقولش حاجه قدامه يا اخي، انا هصور عبد الناصر بس عشان الصفحه. والله عشان انا هيني نصحتك لوجه الله تمام، خد بالنصوحه بتاعتي، اخذت ما خدتش عنك ما خدت وعنك ما تربرب تمام، ولا عايز تعمل اعمل يا عم الحاج. خلاص يا مولاي تمام، بارك الله فيك. انا مش شيخ، انا على كد علمي اللي بقول لك بيه، على كد فكري بقول لك تمام يا مولاي تمام. بس خلاص. لكن الواحد انتوا عايز طبل الواحد، عايز طبل، هيدي الواحد كيس مكرونه، عايز الدوله كلها تسمع بكيس المكرونه وقزازه الزيت. ليه لكن؟ قزازه الزيت دي ليه ناقصه؟ ليه ناقصه؟ ما انت جايبها ناقصه يا عم الحاج. مش كانت الحاجات دي عندك في البيت؟ انا اشتريتها وخليتها عندك في البيت. مش هتنفع ناقصه عشان هصوره على الفيس انا بيها دي.
هديها له ناقصه؟ روح زودها لي يا ابوي، زودها لي، حط لي عليها شويه ميه حتى كملها لي ميه يا ابوي. هو عارف ايش ده يعني؟ هو كتر عليه زيد. انا بصراحه ربنا يعني تعب. خلاص بجيب له 20 30 شنطه تمام، يعبي الفيسبوك الحقه والحقه والحقه. ايه يا عم اللي انتم بتعملوه ده؟ في ناس بتعمل خيرات الله ما حد بيسمع بيها، في ناس بتتبرع بتبني جوامع وبتعمل قصور للناس وبتعمل وبتعمل، ما حدش بيسمع بيها. لكن انتوا والواحد جاب له 7 8 شنط، عايز الدوله كلها تسمع انه هو جاب 7 8 شنط. خلاص يا اخوي، خلاص يا عمي، ليه بتمرق ريقي كل ما بوزع على الناس؟ ليه يا اخي؟ خلاص توكل على الله، حرام ولا حلال. خلاص يا ابوي توكل، هصور عبد الناصر عشان وشه مؤثر. هصور عبد الناصر بس عشان اعمل له حاله على الفيس بجزازه الزيت عشان وشه مؤثر الولد باين عليه غلبه. مش هصور حتى انا براحتي. خلاص توكل على الله، توكل على الله يا اخي، توكل على الله. عايز انت تعمل اعمل، توكل على الله. هذا عبد ربنا يخلص فيه. انت جايب لهم السكر الغالي وقايل لك هات من اردأ حاجه، انا عايز اخرب بيتي وخلاص. هو روح يا شيخ منك لله. مين؟ مصطفى. تعال يا مصطفى. يا معلم. يا الاخبار يا عامر؟ كويس. عبد الناصر رجع برا. اه تمام، بس دراجل طيب. اه بالله عليك ما تصور يا شيخ، ما ينفع شيء. مش هياخد كيس المكان يتصور وينزل صوته على الفيس عشان تبقى مرتاح في كده يا اخي؟ راجل دمك سوء. اي حد هياخد كيس مساعده لازم يتصور وتنزل صوته على الفيس يا اخي عشان جمعيه الشهر، وقولوا علي راجل خير يا اخي. الناس هتعرف من وين انا اديت الغلابه. انا ما توقفش حالي يا مصطفى ولد، ما انا لي 5 سنين شغال بالقصه دي، بتاجر بالغلابه. اعتبرني بتاجر بالغلابه، ما لكش دعوه انت. انت حسابي انا، انت اللي هتحاسبني ولا ربنا اللي هيحاسبني؟ ابوي ذنبك في رقبتك، انا ماليش دعوه. روح هاته بس انت عشان الواد ده وشه مؤسف. حرام عليك يا اخي، حرام عليك يا اخي، حرام عليك. ده مع عياله يا اخي. يا عم سيبه، انت حاج وسط عياله. تعال يا حاج. ايوه ازيك يا حاج؟ يا عامل حاج؟ يا عامر تفضل تفضل. شنو انت طيب يا عامر؟ رايق كويس يا بابا. الله يبارك فيك. اقعد اقعد. تمام يا حاج. اقعد يا دبي. كل سنه وانتم طيبين يا حاج. انت طيب يا حاج. كل سنه وانت بخير. كويس. كل سنه وانت طيب يا حاج. جبنا لكم السنه دي عاد سكر من نظيف. الله يبارك فيك يا حاج. اه قلت لمصطفى، انا قلت لك يا اخي مصطفى هتلاقيهم شايف فتله، مش قايل لك انا؟ ايوه قلت لي. ايوه قلت لك. ها؟ ايوه قلت لي. الغلبان لازم يشرب شايف فتله. ليه يعني؟ هو احنا احسن منه. ربنا يبارك فيك يا حاج. ها؟ ربنا يبارك فيه كله تمام وكويس. قلت لك كيف هتلاقيهم شاي فتله من نظيف؟ ايوه صح قلت. بس قلت لهم هتلاقيهم انظف زيت. ايوه حصل. ليه يا اخي بجيب لهم شاي ابو تلقيمه ده؟ كويس يا حاج صبح احنا كنا. المره الجايه، المره الجايه. ها؟ المره الجايه باذن الله. يا كويس. ولدك ده؟ اه ولدي ده يا حاج. الله يبارك فيك. اه يا حاج جايبين لك يعني حاجات من نظيف. شيخ العرب. معلش بس قزازه الزيت ناقصه، خالتك بنت بشلوفه يعني اتزنقت كده، كانت بتقلي شويه بطاطس للسحور فخدت كوباية. هكملها لك ماشي يا حاج. بس يا ابقى انت ومسكها والنبي هديك صوره كده عشان تقعد ذكرى يعني. ليه يا حاج؟ ها؟ ليه يا حاج هتصور بيها؟ ليه؟ ما تتصور بيها عشان يعني عشان تبقى ذكرى لي، تفتكرني حتى بعد ما اموت. بس ميلها كده عشان تبان متعبي يا ولدي. حاضر يا حاج. عشان لا عشان تبان مليانه. آه خلي يا ولدك جنبك، هو جنب ابوك. يا ولدي لما يشوف يا خريفه. ياها يا حاج. ايوه ميلها. اه كويس كده. ايوه بس عايز وشك يبقى فيه تاثير عشان الناس تتعاطف مع الجميع. واكثر من كده تاثير. اه حاضر. ايوه دقيقه. ها خليها، خلي ولدك يمسكها برضو عشان نحطها حالة على الواتس. امسك يا ولدي. ما ينهى يا ولدي. امسك حاج عبد الناصر بقى. ايه ده يا ابو؟ امسك كيس السكر ده. خد يا ولد. طبعا. لسان عصفور. جايب لكم لسان عصفور. امسك يا ولد. تعال مصطفى صورني معاهم. ماشي. صورني معاهم جدع ولد. بصوا على الكاميرا، بصوا على الكاميرا كده، بصوا على الكاميرا ولا تمام تمام تمام. وقف كده يا حاج عبد الناصر، خد لك كم صوره انت واقف على الصور معاهم. انت واقف؟ ايوه الصور ماشي. اه لقيها مصور بالمكرونه النظيفه.
اوقف يا حاج عبد الناصر. هي جايزه يا شيخ؟ هي صدقه ولا جايزه؟ ده كله عذاب. ده حاج عبد الناصر اقعد. تعالوا كده. باه خلي امسك الكيس يا بابا. تعال يا ولد انا مسكوك يا خريت. امسك الكيس. امسك يا ولد. امسك الكيس ده يا بابا. امسك الكيس ده. امسك الشيء اللي مش هيخلص ده. امسك امسك امسك. هات يا مصطفى خد واحده سيلفي يا ده ولدي. بس عايز وشك يبقى مؤثر يا حاج. على كده مؤثرش يعني اقطع نفسي. ايه تاني يا حاج دوي مش كده؟ اديني فيديو يا مصطفى ولدي. خلاص فيديو ده. اتفضل. تعلن جمعيه المسامح كريم انها طبعا بتعطي كل الوجبات وكل يعني زيت من نظيف. الغلبان لازم ياخد زيت من نظيف. الجمعيه بتديه زيت من نظيف. يعني حتى الغلابه الواد وشه رد. يعني الاطفال الغلابه وشهم رد من وقت ما باذن الله بنديهم حاجه نظيفه. تمام؟ مفيش جمعيه طبعا بتدي لسان عصفور. يعني شربه لسان عصفور للغلابه دي ما حصلتش قبل كده. الحاج الضوي جايبها باذن الله. تمام؟ طبعا مكرونه من انظف انواع المكرونه. سكر من انظف انواع السكر. يعني باذن الله وانتظرونا على الفيسبوك والانستغرام وان شاء الله هتتبعت لكل الناس على الواتساب. خلاص بارك الله فيك يا حاج. هعمل زوم. انا هعمل زوم. هعمل زوم على وشه يا مصطفى ولد. بارك الله فيك يا حاج الضوي. شكرين. تمام يا حاج. بارك الله فيك. بارك الله فيك انت. يلا يا بابا. يلا بابا ربنا يسعدكم ان شاء الله. لكن هي دي صدقه ولا فضايح؟ اه صدقه دي ولا فضايح؟ ما انت عايز تاخد حاجه ببلاش. لكن برضه كده ما عايز تاخد حاجه ببلاش انت. فضحتنا. لا من تعال تعال من هنا الباب. من هنا الباب. من هنا الباب راح فيه. فرحان عشان سال عصفور برضه كتر خلق. يلا يا بابا اطلع وراهم يا مصطفى. قول للبلد كلها تضوي الدار. انا بسوي فيهم واسيبهم وصلهم للبيت. يلا يا مصطفى هم ماشيين. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا.